اوعك تعمل شي. بوصك بأرضك. تمام تمام، ما فينا نعمل شي. وهلأ بتنزلوا من السيارة مثل الشاطرين. بترجاك سامحني، ما تصرفت بسرعة. الحق علينا اتنيناتنا لأنه فكرنا أنه القصة خلصت. خلي هالشي درس لبعدين. مزبوط حكيك، حاجتكن حكي فاضي انتو اتنين. يلا لبرا لبرا، يلا اطلع يلا. وصلت الشرطة. معقول عرفوا؟ بوجوده مستحيل خلص الشغلة أبدا. مين قال لك؟ أكيد رح تخلصها وإلا ما رح ندفع لك. كارلوس. سيدي. فورا بتلاقي نقطة تكشف المكان كله. فورا سيدي. رجب، المكان هون مليان، ما بدي أي تصرف طايش منك. ماشي؟ أكيد سيدي، ما بيصير شي، لا تخاف. شباب ديروا بالكم منيح، ما بدي أي واحد من المدنيين الموجودين ينأذى، وبدي منكم إذا شكيتوا بحدا تبعدوا عن هاي الزحمة. فهمتوا؟ أمرك سيدي. يلا الله يقويكم شباب. تمام، الله معكم. يلا أخي ماجد، يلا أخي. على أساس رح سافر وعلى أساس أسحب عيلتي كمان؟ أخي والله بيقتلوني هون. إذا ما قتلته أكيد رح يقطعوا لنا روسنا نحن الاثنين. خلص رح نجرب حظنا. يالجن انتبه، هدول الشرطة الاثنين عذبونا كتير. شو هالحكي ولك؟ شو عم تقول؟ لك إذا ما خلصنا الشغلة التنظيم رح يقوس براسنا فورا. قلي شو بنعمل؟ قلي مشان نتصرف. استنى شوي، هدول ممكن يفيدونا كتير. لك اسمعني منيح، اتصل بحشمة تقول له عليهم. أيوة تمام، بقول له. عاكف، ما في غيري بيعرف هداك الزلمة. بعرف، يعني أكيد ما رح ينفد من جماعتنا، بس أكيد بيكون في عجقة كتير هنيك هلأ. فهمت عليك، يعني أنت عم تقول إنه ضروري نحنا نروح لهنيك بسرعة. قال منروح لوين؟ فكر حالك رايح ولاك؟ ما بعرف إذا بتفهم، بس حابب روح على الافتتاح يا غبي. لك شو في ولاد؟ يعني ما فيهم إلا يموتوا لك أخي، ما فيهم أبدا. روحهم كل هالقد رخيصة إنه ربنا عطاهم إياها ليعيشوا، بس هنن ليك كيف بيروحوا حياتهم بشربة مي؟ إيه بس ما فيك تتفاهم معهم، مع إنه لو هالغبي بيترك سلاحه بالحسنة يعني لقوا بس شوي بيفكروا كنا ما اضطرينا نقتلهم. لك عاكف أكيد لا، بس هيك البني آدم، جوات كل إنسان في بذرة خير وبذرة شر كمان، واللي مثل هدول بيروحوا بيلحقوا بذرة القاتل. مع الأسف هالعملية رح تكون خطيرة كتير إذا نفذوها، ضروري كتير نوقفهم يا عاكف. هلأ أنت متذكر شكل الزلمة منيح مو هيك صالح؟ ايه متذكره، يعني إذا بنسى شكلي على الآخر هلأ مستحيل أنسى شكله لهذا الزلمة أبدا. أي شو هالذاكرة هي يا معلم؟ يلا يلا. صباح الدين، أكيد هذا البناء مركب له كاميرات مراقبة. أي أكيد، وبأول الشارع في كاميرات كمان. أي وأنا كمان شفت هون ثلاث كاميرات. مواصفات اللي رح ينفذ العملية ما في غير صالح بيعرفها، بديك تدقق بالكاميرات وتشوف أي واحد مشبوه. تمام عندي. هلأ أنا رح أحكي مع رئيس البلدية وانت تعال معي. تمام. رجب خليك هون. اهدى شوي. عفوا 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 عفوا. انا لو كان بدي اقتل عاكف وإلكر كنت قتلتهم من زمان، انت بتعرف هالشي، بس انا بصبر كتير، بعمل الخطة تبعي وبعدين بختار طريقة تنفيذها بهدوء، بلعب لعبتي وبستنى النتيجة.
بس أنا ما عندي صبر بنوب، أنا تعبت لحد هون وبس. بس أنت هلأ بتعرف شغلات كتير وما رح أقدر أتركك هيك أبداً. ولك نحن منقرب بعض، من نفس الدم نحن. قلو خلي يشيل هالسلك على رقبتي لنقدر نحكي مثل العالم. حتى لو كنت بتقربني هالشي ما بيفيدك، وإذا اضطريت ضحي مشان العيلة بقتلك أنا بيدي هدول. التضحية مهمة كتير يا مراد، مهمة. سيدي اتأكد انه نحن رح نعمل واجبنا ونحميك، بس في خطر. يعني ما رح ألقي خطابي ورح أجل هذا الافتتاح؟ شو رح يصير؟ فيك تقلي حضرتك شو اللي رح يصير؟ مشانك ومشان سلامة باقي الكادر والناس اللي برا، التأجيل بهاي الحالة منطق كتير. منطق كتير، بس هذا منطق الجبناء. أنا ما بتراجع، أنا رح أعمل هذا الافتتاح اليوم. رح أطلع على هديك المنصة وأحكي. اليوم بدي أحكي وخلي كل العالم تفرح. ملازم إلكر، الظاهر إنه سياتو مصمم إنه يساوي الافتتاح اليوم. خلينا نحن نبلش بالتحضيرات، أنا رايح أشوف أصل الكاميرات. أنت بتعرف شو أكتر شي بيحبه الشيطان لك ابني؟ أنا ما إلي شغل مع الشيطان سيادتك. إنه الزلم اللي بيحب الخير واللي بيأمر فيه كمان يضل قاعد وخايف هيك وما يعمل شي. مظبوط، ما دول قليلين الشرف والناموس. إذا هدفهم أنه يقتلوني لحتى بس يخلوا العالم تخاف وترتعب، وإذا بدهم ياخدوا روحي لأني حابب أنه هالعالم الفقيرة تشتغل وتتعلم ويلاقوا صنعة ياكلوا من وراها، يتفضلوا، أنا هون. سيادتك كل شي لحال، بما أنه حضرتك مصمم تأكد أنه نحن رح نحميك. وهو المطلوب، أنا كل يلي بدي إياه أنه تعملوا واجبكن. وإذا رح يكون فيه بالافتتاح سباع وأبطال مثلكن، فأنا إذا خفت أطلع على هالمنصة فلازم أني موت أحسن لي. سيك لا تخلي حدا ينتبه، أنا رح كون جنبك. أنا بشتت انتباههم وأنت بوقتها رح تقوص الزلمة وبتكبه على الأرض ومنمشي مع الناس طبيعي. بس أنت ما رح تتركني هون لحالي، ما هيك؟ لك شبك أنت، قلت لك أني جنبك. أولادي، كل همي هو الأولاد يا أخي، إذا مت ما بدي إياهم يكونوا محتاجين لحدا مشان يأكلوا. لا تخاف، رح يتقدم لهم كل شي بالدنيا. المهم هلأ تقتل الزلمة. أخي صالح، أهلين وسهلين. والله يا سيدي العمليات من بعدك ما عاد إلا طعمة أبدا. البركة فيكم بالتا. لك وينو سيبو هلأ؟ أنا هون أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام أخي، تعال أخي تعال. أول ما بنخلص من هون بدنا نروح أنا وياك مشوار. وأنا مو جاي عبالي إت مشوار. هذا الدكتور شو بيقربك وشو شغلته؟ منين بتعرفه لهالزلمة هاد؟ مين هو وشو شغلته شي ما بيخصك أنت. أنت روح دور على اللي بيعرف عيلتك. أنا ما إلي حدا يا باشا، إلي الله، يعني ما في لا وسطات ولا غيره، الله وبس. ما عندي حدا غيره بالمختصر. ها وعندك هدول كمان شباب المهام، ومشان هيك حضرتك بتعمل من كل عملية قضية شخصية. ما بس هم مو عيلتك يا عاكف، هون شغلك، ومشان هيك شو رأيك نرجع على شغلنا؟ المهم انت تطلب وبإذن الله منلاقي حل لكل شي بدك ياه. بس ليك لا تنسى الموعد أو رح لاقي طريقة تانية أخدك فيها، لأن ما بيمشي الحال بلاك، عرفت؟ اللعبة اللي ألفتها وهي الكذبة تبعك ضليت لهلأ عم قولها لإلكر، لدرجة إنه إلكر صار بيصدق أي شي بدك ياه أنت. ملاحظ هالشي بصراحة، أنت عملت اللي عليك بهالشغلة. بس عاكف ما عنده علم بأي شي لهلأ، وإلكر ما عاد يقتله العاكف وما عاد بده ينتقم منه. وبعد كل هالشي أنت شو متوقع يعني؟ الكذبة اللي صدقها إلكر كل هالسنين عاكف لازم يصدقها. إيه تمام، ومشان يعرف بهالشي أنا بعت وراهن اليوم. بعرف، بس الحكي تبعك إنه ما رح تكمل اللعبة معي كتير ضايقني.
يعني شو راح يصير اذا خليتهم يعرفوا الحقيقه؟ فيك تقلي انت؟ هن من اليوم ورايح ما عاد راح يصدقوا شيء ابدا. خلص اتركهم ياكلوا بعضهم. مو هذا اللي بدك يا انت؟ مو بس بدي اياهم ياكلوا بعضهم، انا بدي اياهم يقتلوا بعضهم، عم تفهم؟ يا شباب لو سمحتوا ارجعوا شوي لورا، بدي اياكم تديروا بالكم منيح وتضلوا مفتحين عيونكم، تمام؟ كارلوس عم بسمعك اخي. فتح عيونك منيح، اول ما بتشك باي حركه للاغتيال من غير لاسلكي ومن غير ما تاخذ الاذن مسمح لك توقعوا. علم سيدي، عندي حاليا هذا كل شيء. سيادته رح يطلع هلأ، الكل يدير باله. أعزائي المواطنين، سيداتي أنساتي سادتي أعزائي الحضور، باسمي وباسم جميع العاملين في المؤسسة أرحب بكم. من الصقر واحد إلى أربعة بيّن معكم شيء. نحن بافتتاح هذه المؤسسة الضخمة قررنا محاربة الجهل الذي هو أكبر عدو لهذه. ما في شيء صقر واحد، ما قدرنا نحدد مين بده ينفذ لهلأ. علم صقر أربعة، يعطيك العافية. وبجهودنا ومن خلال دعمكم الكبير لنا سنحارب الجهل. وينك أنت ولك؟ وينك؟ يلا بقى ورجيني حالك أخي. بلكي كان هذا الزلمة لابس طاقية ومغير بملامح وشه، بدنا ننتبه منيح. كمل سيبو كمل، اذا ما دورنا ما رح نلاقيه. انت خليك عم تدور. في انتشار الجهل وقلة التعلم وانتشار التخلف والعادات والتقاليد المبنية على اسس خاطئة، وتعلمون ان الارهاب قد تسلل الى الوطن من خلال هذه الامراض التي تفتك بابناء الوطن والتي يجب علينا ان نجد لها حلا جذريا، وذلك بمحاربة الجهل ونشر التعليم وإيجاد الأيدي العاملة في الوطن. وبهذه المؤسسة التي سنقوم بافتتاحها اليوم، التي نهدف من خلالها إلى مد يد العون. شفت واحد من الموجودين، أنا نازل لعنده، خلوا عيونكم معي. ديروا بالكم شباب. ونحن على علم أيضا بأن الإرهابيين في حالة امتعاض بسبب هذه الإصلاحات، ولكننا سنستمر. راح أخده فورا، تعال شوف. شوفي شو بكون واقف. شت. وكما قلت لكم إخواني وأخواتي أنه بإذن الله سنستمر في مواجهة مخططات هذا التنظيم وسنواجه الإرهاب حتى النهاية. هذا المعتدي الغاشم لا يريد الخير ولا الصحة ولا الرفاهية لهذا البلد ولا لكم. إن الإرهاب كالعلقة يتغذى على جهل البشر يا إخواني. سيداتي أنساتي سادتي، سنقف سوية بوجه الظلم بإذن الله. شو هذا اللي عملتوه؟ لا تأخذنا معلم، صار سوء تفاهم. تاني مرة انتبهوا. حاضر. بيننا لا نخاف شيء، وأنتم الآن عاكف اللي مسكته ما دخلوه. منفذ العملية ليكو رافع سلاحه. اترك سلاحك ولك، اترك سلاحك، سلم سلاحك فورا. تعوا يلا بسرعة، انتبهوا شباب، نزل سلاحك. عمل لك نزل سلاحك. هذا هو هو الزلمة، مانو محترف، هذا مضحوك عليه. رجب لا تقوص على الزلمة، كل العناصر لا تقوصوا على الزلمة لآخر لحظة. ها ايه امرك اخي، بس مع اول حركة منه بنزله. رجب استنى، اذا ما اضطريت لا تقوص. امرك اخي. يلا ساعدني بالنزلة. طالع لي هدول، خدهم من هون بسرعة. تحركوا تحركوا.
يلا خالتي يلا. اهدوا اهدوا، لا تخافوا، ما في شيء. انت محاصر تماما، اي حركه بتعملها بتموت بارضك. يلا اترك سلاحك. بس انا لازم اقتله. ولادي جوعانين، بدهم حليب، بدهم خبز، لازمني مصاري. اذا سلمت سلاحك رح نقدر نساعدك، بس اذا انت بتموت ما حدا رح يقدر يساعد اولادك ابدا. اذا بتموت بتروح عليهم، بيروح على اولادك كل شيء لازمهم، وبتنظيمكم ما في لا مبادئ ولا وعود ولا شرف ولا ضمان. ولك يا قليل الشرف، لك انت كنت ولا شيء، ولك انا اللي عملتك، انا اللي كبرتك، واذا بتطلع اليوم بين العالم بصفتك دكتور فهذا الشيء بفضلي انا. ولك انا مليت من حياة الكذب اللي عايشة، كل حياتي كانت كذبة انت اللي ألفتها وساويتها. هذا الواطي بتكرهوه عيشته، وهدول اللي اسمهم عاكف وإلكر بتجيبوا لي اياهم لعن صباطي. اول ما يوصلوا الشباب لهون لا كل رجالك انت ولا حتى انت رح تقدروا توقفوا وشهم. اذا بتترك السلاح من ايدك رح نقدر نحكي معك، ورح نقدر نساعد عيلتك كمان. ليش بعد هلأ ضل في رجعة؟ اهدى شوي. اللي بقدر ارجع؟ اذا تركت المسدس مين بيعيش ولادي؟ يا ابني الرزق على رب العباد، ولا على التنظيم ولا على غيره. لك ابني بعمر الرزق ما بيجي من سلاح. لك ابني اذا ولادك انت بدهم خبز والحليب وادوية وغيره، هذا مو عيبك، عيبنا نحنا. أنا اشتغلت وتعبت، اشتغلت عامل واشتغلت عتال كمان، وكل شي بالحمل كنت أحمله على ظهري وامشي، بس ما عاد إيدي، ما عم لحق عايش أولادي. الله ما بيعطي لأي عبد من عباده حمل فوق طاقته أبداً. لك ابني أنت لأنك زلمة قوي ولأنك كنت صبور على بلاء ربنا تحملت كل هالعذاب هاد. شوف هلأ نحنا كلنا جنبك وكلنا جاهزين لحتى ندعمك. يلا اترك هالمسدس. ها يلا يلا لجوا. خلاص يا شباب الزلم استسلم، يعطيكم العافية. الحمد لله على السلامة سيادتك، إن شاء الله ما صار لك شيء. لا لا الحمد لله على السلامة سيادتك. شكرا يا شباب، كنت بعرف إنه فيني أوثق فيكن، طبعا من بعد الله كنت واثق إنكن رح تحموني وأنا على المنصة. الحمد لله الحماية تمام وأنا عايش، وإن شاء الله رح أبقى على رأس عملي. الحمد لله على سلامتك سيدي. شكرا لكم يا شباب، شكرا. تمام خلصنا. الله يعطيكم العافية يا شباب. شكرا. ديروا بالكم، انتبهوا منيح. تعال جنب.
ديروا بالكم منيح، شايفين حدا تاني غيره؟ خدوا سيادته من هون، يلا يلا يلا. معقول هو؟ ايه هذا هو اللي ضحك عليك واللي لعب بعقلك واللي قالك انه رح يديروا بالهم على عيلتك. شوف شوف شو صار، انت عملت عين العقل. بس ما رح نخلص هيك، هدول لاني ما نفذت العملية رح يلاحقوا عيلتي ورح يقتلوني وانا بالسجن كمان. لا تفكر حالك انك غلطان، بالعكس تمام، لما بتستسلم قدام الحقيقة وبترفض الظلم هالشي كبير كتير. لو تعرف قديش كنت محتاج مساعدة، فكرت انه ما عندي حل غير هذا الشيء. فوق كل هالعناصر الموجودين رجع هذا ليحاول يقتل سيادته كمان، ليش برأيك؟ ما بعرف، لأنه جريء كتير؟ أنو جرأة هي؟ لك هدول ما بيخافوا من الله، بس اللي ما بيخاف من الله بيخاف من شغلات تانية. هذا بيخاف من التنظيم أو بيخاف من معلمه أو بيخاف على المصاري اللي راح يخسرهم، بس إذا كان بيخاف من الله أكيد ما راح يخاف من شي تاني. هي هي الجرأة الحقيقية. هذا زلمة كل قلبه مليان حقد وسواد، يعني بالمختصر هذا جبان. هلأ صحيح أمي راحت قبل ما تصير الشوربة، بس عمتها بتاخد العقل. الله يسلم إيديها، عم عذبكن كتير معي مو هيك؟ شو هالحكي اختي، عذابك راحة، انا مبسوطة كتير بهالشي. تسلمي حبيبتي. صحيح بدي اقلك عن شاب معكن بيشتغل بالفرقة، هو اسمه شوي غريب. مين هو؟ انا واحد كارلوس. يعني قال لي اذا لزمكن اي شي فيكن تتصلوا فيني بأي وقت، وعطاني رقم تليفونه كمان. يعني أنا رح جهز لك شي مشان العشاء. يعني حلوة إذا بتصل فيه، وكيف بتكون وبدك تسأليني عنه مو هيك؟ خلص بقالك إختي، عن جد هيك عم تخجليني كتير. كارلوس شاب قبضاي وصادق، وكلمته كلمة رجال كمان، وهو قلبه طيب كتير يا إيشة. المهم إختي خليني طعميكي. لا تنسى موعدنا. وأنا قلت لك إني مو جاي. برأيي أنت ما حتروح من إيدك هيك متعة. كنت عمول إنه نحنا بدنا نعمل حفلة صغيرة برجعة صالح وإليف على الفرقة، ها؟ وبعدين منروح لعند الزلمة هذا اللي اسمه مراد. منشوف. خلص ليكنا وصلنا. والله ناطف قلبي لأعرف شو هالمفاجأة يا عاكف. يعني مالك مبسوطة فيها؟ بس لأني تعبانة، لو ضليت بالبيت كان أحسن لي. لك قلتلك هي مو شغل، قلتلك مفاجأة. والله ماني مصدق أيمتى رح أعرف شو هالمفاجأة. إيه؟ هلأ بتشوفي، استني. يا شباب وصلت اختنا اليف. الحمد لله على السلامه اختي اليف. اهلين وسهلا. على السلامه. اهلين وسهلا. اهلين فيك. الله يسلمك. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامه. شكرا لكم. اهلين اخي. الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامه. الحمد لله على سلامه. اهلين وسهلا يا شباب. اهلين فيك. يلا كملوا كملوا. اختي الف حمد وشكر على رجعتك على الفرقه بخير وسلامه.
خلصت العملية ورجعتي بيناتنا. أخي صالح كمان رجعنا هلأ وقلنا نحتفل كلنا سوا. إيه وعملنا لكم كبة. ما قصرتوا والله يسلم. صحتين وهنا. يلا أخي يلا بقى، كل ما قلبت للعجينة بتقلب معدتي معها. يلا خلصني. لا ما راح استعجل عليها، هاي الأكلة بدها شوية صبر حبيبي. شو هلا الصبر مين اشتهر فيه؟ دائما مستعجل. الحقيقة هي أسطورة للكل، بس أنا بحبها كتير، أسطورة حلوة كتير. القصة بتقول إنه أبو الأنبياء السلام روحه الطاهرة كان سيدنا إبراهيم عليه السلام، والكافر اللي اسمه نمرود لما جهز النار ليحرق فيها سيدنا إبراهيم ما ضل حطب عنده أبدا. إيه كيف رح تشوي اللحمة؟ كيف رح تأكلها؟ كيف أخي؟ شو هالحكي اللي عم تحكيه أنت لك أخي؟ أنا اللي بيهمني طعمة اللحمة بالأخير، وقصة الطبخ أنا ما بتدخل فيها. رجب ليك كيف ها؟ بالفليفلة وبالملح وبالبهارات. طلع أوه. بالبهارات وبعدين تدعكن تدعكن وهيك على مهلك شوي يعني. أخي والله هي الكبة باللي فيها بطلع فيها لحالي أنا. عجل لك شوي خلينا ناكل. يا عيب شو عليك يا بارت، اصبر لك شوي عطبلي يا أخي خلص. لك يا أخي ما في غير تاكل، أنت مش تيجي شي مرة أنت تطبخ الطبخة مشان تخلينا ندوق طبخك لك أخي. لا الشغلة شغلة مبدأ، أنا باكل وبس وما بحب قصص الطبخ. آه ليك والله طلع شاطر هذا. الله دخيل شو هالزلم يا عيني. شو هالزلم مريني. بالمناسبة أنت عاطي رقم تليفونك للبنت إيجي؟ شو الله يسلمك. مظبوط إيه والله أنا شفته لك، هذا نسوانجي. كانت رح تحاكيك بس أكيد خجلت منك وبعتت لك سلام. شو برافو يا برافو شو هاد حلال عليك الله. أختي عن جد سلمت علي؟ شو هالحكي أختي؟ لك أحمد بعتت لي سلام. روح عيش بهالنعمة عن جد والله يا معلم. لك كان بيستاهل. لك أنت شو عم تعمل آه؟ عود عود من اليوم ورايح ممنوع تتعامل بهي الأجهزة اللاسلكية، فهمان علي؟ سمعت مني؟ شو المدير وينه معلم صالح؟ ما بعرف بس أكيد هلأ بيجي. لك سيبو يلا كملوا معناتها يلا. كيف أمي؟ طالع حلو مو هيك؟ لك بتجنني، رح ياكل شقفة منك ما شاء الله عليكي. عندك جسم لبيس وطويل كمان، وشك بيلبق له كل شي بتلبسي. يسلموا لي شعراتك اللي مثل الحرير. يعني لبق لي مو؟ أنا كنت مالة عطول نفس اللبس وعطول نفس التياب. لك ما بعرف، حاسة حالي رجعت صبية صغيرة. طبعا يا بنتي، وانتي رحتي وقعدتي عند هداك الزلم الأندبوري وصرتي تدوبي عنده مثل الشمعة، وحياتك انتي أشري وبيجيكي سيد سيده. عن جد لا بقلك كتير مدام. شكرا يا روحي انتي. فرحتنا اليوم كانت فرحتين يا شباب. طيبة رجعت إليف لعافيتها بعد العملية، ورجعت أخونا صالح بصفته الجديدة اللي يمكن عرفتوها وهي مفاوض عن الفرقة. هالشي عن جد بخلينا نفرح. يمكن بهي الفترة ما أقدر ساعدكم بسلاحي بالعمليات مثل ما كنت أيام زمان، بس هلأ شغلتي أنا أني أمنع يصير تبادل إطلاق نار، يعني قصدي أنه أحياناً بالتفاوض وبالحكي من حل المشاكل كلها. ما بيصير أخي، لازم تقوص عليهم أنت بالأول لحتى يفهموا. يا الله ذكي. واقف واقف رجب، ما بيصير تقاطعني هيك وأنا عم بحكي. بعتذر منك أخي، هذا عامل الكبة النية مثل النار، حاسس الدخنة طلعت مني. خاف الله يا زلمي، ما أنا حدي حدي أحمد. لا لا طيبة كتير. أنا رح أهتم برجب شخصيا بأثناء العمليات.
وإذا بقدر هدي إله معناتها بقدر هدي أي واحد تاني. الله يرضى عليك أخي، الله يرضى عليك. قول قول لك صالح، هي أطيب من أخي. أي والله عن جد طيبة، عن جد أطيب بكتير. دوق هي، بس كمان المرة الماضية طيبة كمان. خد حط كله كله، هاتها طيبة كتير. وما رح تطعمينا يا جماعة، شبكون شوية ملح. شو دوقة؟ أنا عندي شغل مع إلكر، شغلة نص ساعة بس، أنت خليكي هون وأنا برجع. دوق دوق. في شي عاكف؟ سخنة يا شباب، عن جد أنا ما خير خير إن شاء الله. ليش شو صاير؟ مشان الله لا تتخانقوا. حكي سلام، بلا هالمشاكل هلا. لا لا لا، قاعدين هون كلياتنا مبسوطين. بس حددتها شوية. خلص لا تخافي ولا يهمك. لك الله يسلم هاليدين. صح زينو، صح زينو. هلا يا لطيف، شو طيبه تاكل كمان؟ ما عاد تقول لك هي طيبه. لاخذ ميله ان شاء الله. صحيح هلا طيبه. اسلموا. المعلم زياد قال اربطوه هون، لازم يكونوا هدول الاثنين صاغ سليم قدام المعلم. روحوا على الباب الثاني، خلونا نستنى لحتى يدخلوا. تمام. الكر، ما بعرف شو هو الحكي اللي بدي اسمعه، بس لما رح تنكشف الحقيقة بدي اياك تتأكد انه رح اعمل اللازم. شو متخيل تسمع اليوم عاكف؟ رح نقعد ونحكي، وانا رح اطلع متهم، وانت رح تطالع حالك انك على حق، وبعدين بتحط لي الكلبشات وبتاخذني على المركز. طيب قبل ما نفوت لجوا، فيك انت تحكي لي شو قصة العداوة اللي بيني وبينك هون؟ انت شو مشكلتك معي إلكر؟ عم بعطيك فرصة لتكون رجال وتقول لي اياها بوشي. بما انه اجينا لهون، وبما انه عنا موعد سوا، انت كمان رح تعرف كل شي جوا عاكف. تمام، جهزوا حالكم، رح يدخلوا. لا توصوا عليهم الا اذا انجبرتوا. إلكر ديروا بالكم. ايديكم لفوق، اتركوا سلاحكم على الارض، زدتوا سلاح على الارض. خالي، خالي انت منيح؟ خالك مراد كوزان بيكون خالك؟ صباح الخير. خالك لكم. يلا عاكف، خلينا نخلص خالي من ايدين هدول. يلا بابا،
يلا بابا حبيبي. شايف شلون عم تتحسن كل يوم أكتر؟ يا عمري أنت عن قريب كتير رح نخلص من هالعكازات كمان. أنا رح شوف مين بابا. مين؟ بنتي هي أنا أمك، افتحي لي الباب. أمي؟ حبيبتي. أمي أنت متغيرة كتير. ما عجبك؟ يعني حلوة، بس كيف بدي قلك؟ يعني ما بتشبه أمي أبداً. وينو هذا أبوكي هلأ؟ كأنه لا اتصل ولا سأل عني. أوه، ظاهر إنك عم تتمرن كتير على المشي. ليش ما اتصلت فيني؟ وينك أنت؟ بدك يعني أنا أجي؟ أنا رح أركض وراكن على طول؟ بابا ليك؟ أمي اشترت لحالة تياب جديدة وحلوة كتير. أنا كمان صار لازم أعيش حياتي. أنا مليت وطقيت روحي من خدمتكم طول الوقت. أنت كمان كان لازم تتصل فيني صالح. بابا. صالح، احكي شي. صالح، صالح احكي معي أي شي. بابا. صالح جاوبني، رد علي. صالح. بابا. صالح. صالح وقف. صالح. صالح. صالح افتح الباب. لآخر مرة بقلكن، إذا بتتركوا سلاحكن وبتروحوا معنا كل شي رح يكون تمام. لو كنا بدنا نقتلكن كنا قتلناكن. إيه الكار؟ لك شو بدكم من خالي ولك؟ شو بدكم منه للزلمة؟ مين بعتكم لهون؟ مين معلمكم؟ إذا حابب تعرف مين هو لازم تجوا معنا فورا. خالي، أنت بتعرف مين بعتهم لهدول الكلاب؟ بعرفه. أنت خلاصوا لك. قتلن لهدول الكلاب، قتلن. لازم نطلب الإسعاف فوراً. تمام. تحمل خالي. تأخرت كتير. تحمل شوي، رح تعيش. ولك أنا هون الدكتور، ولك ولك رح تعرف أكتر مني. يعني خلصت القصة. حارت جاويش باشا دخلت يلدز رقم 17، بدي سيارة إسعاف فوراً. خالي تحمل. حالة المريض صعبة كتير. حاج اللي خالي إلكار. كيف يعني؟ ما فهمت. يعني أنا ماني خالك.